بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا دكاتره. معكم دكتور محمد كامل، استاذ مساعد العلاج الطبيعي وفي جامعه سان اوجستين في الولايات المتحده الامريكيه، وكذلك في جامعه القاهره بمصر. بتصلني تساؤلات كثيره، فالنهارده عايز ارد على بعض التساؤلات بمنتهى الصراحه. الحقيقه يا جماعه، طبعا انتوا عارفين ان كل واحد فينا له وقت معين يقدر ان هو ياخد، يعني او يقدر ان هو يديفوت التايم ده لحاجه معينه في حياته. تمام، احنا كلنا عندنا مسؤوليات، احنا كلنا عندنا اسر، احنا كلنا عندنا اعمال بنشتغل فيها، عندنا مسؤوليات، عندنا امراض، عندنا هموم، عندنا مشاكل. فما فيش حد فينا اللي هو وقته مخصص 24 ساعة لشيء معين، في كل الوقت فاضي، في كل الوقت فاضي ان هو يرد على نفس التساؤلات ونفس الكلام ويقول نفس الأمور ويعيدها. فبالتالي بتبقى أحيانا الأمور صعبة شوية في التكملة بالريتم ده. طبعا يعني اللي يعرفني يعرف ان انا اديلي دلوقتي تقريبا حوالي 4 سنين بتكلم في نفس الموضوع، برد على تساؤلات الناس كلها بصورة مجانية كاملة، ووقتي كله عملت محاضرات كتيرة في عدة جامعات ولقاءات طلابية كبيرة وأعداد كتيرة جدا، ممكن ان شاء الله انشر لكم صور منها وحاجات زي كده. مدرجات كاملة كانت بتبقى كاملة، عمري ما اتأخرت على اي زميل من الزملاء. دعاني في جامعة، رحت جامعة كفر الشيخ، ورحت جنوب الوادي، ورحت مصر العلوم والتكنولوجيا، ورحت الام تي اي، ورحت يعني رحت معظم الجامعات واتكلمت في هذا الموضوع. وكان اللقاء بتاعنا بيبقى بال5 و6 ساعات، يعني مش لقاء قصير، بنتكلم فيه عن السفر من اوله لاخره. يمكن عشان يعني ربنا سبحانه وتعالى خلاني ان انا امشي في المشوار ده من سنين طويلة. اللي ما يعرفنيش، انا اسمي محمد كامل، انا استاذ مساعد للعلاج الطبيعي في جامعة القاهرة، ولكن حاليا انا مش موجود في جامعة القاهرة، انا بدرس في الولايات المتحدة الامريكية ايضا، وحصل على الدكتوراه من المملكة المتحدة، تمام، جامعة نوتنغهام في البيوميديكال ساينس، وكذلك الماجستير والبكالوريوس من جامعة القاهرة، ولايسنس فيزيكال ثيرابيست في المملكة المتحدة وفي أمريكا في عدد من الولايات وفي مصر. تمام، طيب السن بتاعي كبير من الصغير، أنا عندي 48 سنة. تمام، فبالتالي أنتوا عارفين كل واحد فينا ليه قدرة في سن معين على إن هو يقدر يتكير من حاجات معينة في حياته، ويقدر ان هو يبذل مجهود معين. فبالتالي يعني انا مكرس وقتي لاشياء معينة، ومنها طبعا التدريس، ومسؤولية التدريس في امريكا مسؤولية مش سهلة ابدا، سواء كان التدريس والتصحيح والامتحانات والمحاضرات، وايضا بعمل ابحاث علمية، تمام، وبنشرها، بحكم ابحاث علميه، بحكم ابحاث علميه في مجلات، وبدي الكورس وبساعد الناس في ورق سفرها وورق السفر، وفي نفس الوقت ربي اسره، وفي نفس الوقت عندي بعض المشاكل الصحيه، وفي نفس يعني حياه طبيعيه. طيب دايما بقول للناس ايه، وده بقول للناس يا جماعه لو سمحتم، يعني هذه الأسئلة اللي انتوا بتسألوني عنها يعني انا اجبت عنها مرارا وتكرارا. اللي ما دخلش على دي هنا نقدر نبص، تمام، دي القناة اللي انا عملتها بفضل الله من حوالي سنة تقريبا في 2020، فيها حوالي 5400 وشوية مشترك، فيها 306 فيديو، بقدر ان انا اضيف
من وقت للتاني بعض الفيديوهات حينما يكون الوقت يسمح وربنا سبحانه وتعالى عطيني الطاقة ان انا اقدر اتكلم. الفيديوهات شاملة حاجات كتيرة جدا، تحت البلاي ليست هتلاقي حاجات، مثلا دي فيديوهات مثلا شورت فيديوز عن الكرينيال نيرف تيستنج، دي حاجات دينية بسيطة يعني على قدي، حاجات على انتجمنتري سيستم، حاجات على البي تي لايسنس بريباريشن كورس، دي اسئله واجاباتها كويشن اوف ذا داي، بنسال سؤال وبنجاوبه وبنشوف الراشونال بتاع السؤال واجابته. دي بعض الامثله لاسئله الامتحانات بتاعه امتحانات اللايسنس، دي بعض المعلومات بسموها كنت عاملها اسمها انفورميشن ان مينتس، مجموعه فيديوهات بحيث ان هي تبقى قصيره للناس بقى ما بقاش عندها خلق او ان هي تسمع. دي الكورس، بعض الكورسز اللي انا بعملها، دي بعض اللي بنقول بي تي كابسولز، برضو حاجات للناس عايزه كل حاجه ملخصه وقصيره. دي محاضرات في النيورو، دي محاضرات الاستادي جايدز فور الفيزيكال ثيرابيست، سواء الاستادي جايد بتاع الماسكولو سكيلتال النيورو وهكذا، واشياء مختلفه، محاضرات عن الريسيرش والاستاتستكس، محاضرات عن الكارديو والمونري فيزيكال ثيرابي والانتنسيف كير، امبورتنت بيزكس اوف البي تي. بعض الاساتذه والزملاء الكرام كانوا تكرموا وساعدوني في بعض المحاضرات مشكورين، واتنشرت هنا ايضا، وكذلك في البايوميكانكس. دي محاضرات عن الهوم هيلث فيزيكال ثيرابي، محاضرات سوشيال بي تي بنتكلم فيها عن السفر كويس، كويتشن بانكس، محاضرات عن الايثكس اند ريجوليشنز، بعض محاضرات الاطفال، بعض المحاضرات في استاذتنا الدكتوره امل يوسف تفضلت فيها بالنسبه للاوبستاتريك والجاينا شرحتهم، بعض المحاضرات في الاورثوبيديك. ولو دخلت على كل واحده فيهم هتلاقي مثلا السوشيال بي تي 39 محاضره، تخيل من ال 39 محاضره دول بنتكلم مثلا فيهم زي ما انت شايف الفيزيكال ثيرابي كارير باسوي، ازاي تمشي وازاي وانت طالب وازاي تعمل ايه بعد كده، دي محاضره رقم واحد، اتنين مش عارف ايه، هل انا سني كبر عشان اعمل معادله العلاج الطبيعي، هو موضوع المعادله والسفر في العلاج الطبيعي يستاهل، هو لازم احصل على رخصه مزاوله مهنه مش عارفه في امريكا، موضوعات مختلفه. كل ما بيجي لي سؤال بحاول ان انا الخص على قد ما اقدر كندا والعلاج الطبيعي، اذاكر مني معادله العلاج الطبيعي المملكه المتحده والعلاج الطبيعي، العلاج الطبيعي وامريكا. معظم التساؤلات ان شاء الله هتلاقي فيها يعني او اللي انا ربنا بيقدرني عليه بقدر ان انا انزله في كده، وان شاء الله في زياده يعني انا كل اسبوع لو الوقت يسمح هنزل محاضره، هنزل اتنين جداد كلام من كده. وبالتالي اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان ممكن يكون سؤال حضرتك انا اجبت عليه سابقا في فيديو من هذه الفيديوهات الكتيرة اللي أنا عملتها، تمام؟ وبالتالي بيبقى من الصعب عليا إن أنا أقدر إن أنا يعني أبتدي من السكراتش، أبتدي من الصفر، إن أنا كل واحد أبتدي أقول له طيب أنا مع يعني يسألني نفس الأسئلة وأنا أجاوبه نفس الإجابات تفصيلا عليه وتحديدا عليه وكلام من كده. فبتبقى الحقيقة يعني القدرة يعني مش قد كده ان انا اقدر ان انا اعمل هذا الكلام. ايضا لدينا هنا هذه الجروب اللي هي البي تي ساينتست، دي جروب على الفيسبوك، جروب مغلقه فيها 12,000 عضو وشويه، وتشرف في من الزملاء والزميلات من كافه المراحل العمريه واساتذتي وطلبه ومن دول كتيره، بنزل فيها حاجات ومحاضرات وكلام وحاجات زي كده. لو تحب حضرتك انك تشترك فيها تشرفني، اهلا وسهلا بيك. ايضا لدي حضرتك حاجه برضو، ده جروب اسمه البي تي لايسنس اكزام جلوبال، في حوالي 2000 مشترك وشويه بيتكلم فيه على البي تي لايسنس اكزامز. ايضا في هذه الصفحه حضرتك انا عاملها علاج طبيعي خارج مصر، بتكلم فيها برضو عن بعض الوظائف اللي هي بتبقى متاحة وبعض الأسئلة اللي بتبقى الناس بتسأل عنها، تمام؟ وكل ده أنا عامله بقدراتي البسيطة ومعرفتي البسيطة في النت وفي عالم السوشيال ميديا وعالم الادفرتايزنج. أنا مش خبير في هذه الأشياء، أنا يهمني أكتر وأكتر الجانب العلمي، ويهمني ان انا اتعلم وان انا اطور من نفسي واطور من مهاراتي واطور من المعلومات اللي انا عارفها.
وبالتالي مش يعني ما عنديش الخبرة الكافية ان انا افيد في التسويق وان انا اعمل فيديوهات تشد وحاجات تعمل وكلام من كده. وحاولت اكتر من كده عشان اكلمكم بصراحة، مع خصوصا مع جيل الشباب من الطلبة او من الناس اللي عندنا، يا جماعة طب حد يساعدني في هذا الامر، طب كلام من كده. الحقيقة الناس ما شفتش يعني ان هي خالصة للايه، للمساعدة. طيب بالنسبة للكورس البريباريشن بتاع او الخدمات، خلينا نقول الخدمات اللي انا اقدر ان انا اعملها او ان انا اقدر اساعد فيها او كده، لو حد عنده سؤال خاص بيها. تمام، هذه الخدمات يعني تشمل عدة اشياء، خلينا نلخصهم عشان انا ما بحبش اطول عليكم في الفيديوهات عشان عارف الناس بتزهق. أول حاجة، حد عايز يعمل أبليكيشن لكندا أو أمريكا أو إنجلترا أو أستراليا أو كده، ماشي؟ طيب بنقول إيه الخطوة الأولى دي؟ ده سؤال دايما. هتستخرج شهاداتك، ما هو طيب هينفع وأنا طالب؟ لا، ما ينفعش وأنت طالب، ده كلام قلناه مرارا وتكرارا. ليه ينفع ليه؟ لأن أنا النهاردة لازم يكون معايا شهادة بكالوريوس، شهادة امتياز. طب هعمل ايه؟ هستخرج هذه الشهادات واستخرجها بالانجليزي وهتحضرها وهتتواصل معايا حضرتك، هتقول لي يا دكتور محمد انا عايز اعمل ابلكيشن بتاعت البلد الفلانيه. كويس، اقول لك والله التكلفه بتاعتهم كذا، اللي انا باخد كذا مقابل هذا، ان انا بعمل لك الورق، والوقت تتوقعه من كذا لكذا بالنسبه للوقت، وبنقدم وبنعمل وبنتوكل على الله. تمام، طيب انت مش جاهز للخطوه دي وعايز استشاره. تمام، يعني ايه؟ يعني عايز في بعض الناس كلمتني، انا مثلا في معايا ناس في الخمسينيات من الزملاء والزميلات بياخدوا الكورس حاليا معايا، فكروا في السفر بعد مثلا ولادهم وصلوا مرحله عمريه معينه، ظروف الشغل بقت صعبه، هم كبروا وظروفهم الحياتيه او الاسريه اتغيرت، ففكروا في السفر او كلام من كده. ايه المانع؟ احنا كل يعني دي حاجه طبيعيه وحاجه وارده جدا. زميله مثلا كلمتني منفصله وعندها ولد واحد، وسن الولد عايزه ان هي فعايزه تسافر وتهاجر بيه كندا وتعمل مش عارف ايه وايه وايه. ممكن من خلال الخبره البسيطه اللي ربنا اكرمني بيها في انجلترا وفي امريكا وفي كندا وكلام من كده وسنين السفر، ممكن افيدك بمعلومه. لكن هل اقدر ان انا اقدر اجاوب يعني على هذا الكلام مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا وكلام من كده وابقى قاعد فاضي لهذا الكلام؟ لا، صعب. فبقول لحضرتك احجز استشاره. تمام، اما يعني احنا بنقول ايه؟ اما تكون الاستشاره يا جماعه نحسبها نسبه وتناسب، اما تكون الاستشاره دي بتكلفك مثلا $5 مثلا، يعني تمام $6، يعني حاجه مش مكمله 8 سندوتش بره. تمام، وفي مصر يعني ما الاسعار في مصر برضو ما بقتش رخيصه يعني. تمام، هل ان انا النهارده بستخسر ده في نفسي؟ فده دي حاجه انت تجاوب عليها بنفسك يعني. تمام، يعني احنا بنتكلم في سفر وبنتكلم في اوراق وبنتكلم على واحد طالع ان هو او واحده طالعه ان هي تشتغل. تمام، فهل انت مستخسر استشاره مثلا ب $5؟ هل انت مستخسر انك تدخل في كورس مش عارفه ب $100 مش عارف ايه، على متقسم على اقساط مش عارفه قد ايه ولا ايه ولا ايه؟ لو انت مستخسر ومش عايز تمشي في هذا الطريق من البدايه ما تفكرش فيه. تمام، ليه؟ لان الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده او هذه المبالغ دي تعتبر ملاليم، يعني انت بالظبط ده مش مكمل شغل نص يوم بعد انت ما بتسافر، مش مكمل شغل نص يوم بالظبط ودي معاك بره. فلو انت من البدايه يعني هيزيتيتد بهذا الكلام ما تاخدش هذا الطريق. تمام، طيب السؤال برضو التاني، هو لا هو انا دلوقتي ممكن في اعمل الاجراءات وايه مش عارفه ايه وايه وايه وممكن ما يحصلش؟ يا جماعه ايه المشكله؟ ده الناس بيبقوا كاتبين كتابهم وقبل يوم الدخله بيتطلقوا. يعني انا مش يعني انا ما فيش حد ما فيش واحد يقدر ان هو يقول لك بنسبه 400% ان انت طالما عملت هذا الكلام ده. في ناس عملت ورقها وبتاعه في اللحظه الاخيره حصلت له ظروف وقرر ان هو ما يسافرش.
انا دوري في ايه؟ انا دوري ان انا اديك المعلومه السليمه بما يرضي الله، وانت اسال عليا وقول لهم واسالوا لها دكتور محمد كامل اما بينصح حد او بيدي حد بيديله فعلا يعني حاجه فيها اخلاص في النصيحه ولا لا؟ دي اسال فيها من ورايا، ما تسالنيش انا، انا مش هشكر في نفسي ولا هقول هذا الكلام. اللي بقى اما انت، انا بحط نفسي مكانك بالظبط، بحطك مكان بنتي او ابني او اخويا الصغير او اختي الصغيره او كلام من كده، وبديك النصيحه بما يرضي الله. تمام، لكن بساعدك في الاوراق، تمام بساعدك في الاوراق، بساعدك في الامتحان، بساعدك في الامتحان، لكن اكتر من كده انا ما اقدرش اعمل لك حاجه. تمام، لا انا ولا غيري. طيب ما تجيش تسألني على حد وتقول لي فلان ومش عارفة ايه وبيعمل كذا وبيوعد بكذا، في نصابين كتير، انا ماليش دعوة بحد، انا غير مشترك مع حد، انا مسؤول عن نفسي بس، لكن مش مسؤول عن اي حد تاني بيوعد الناس بحاجة هي ممكن تكون مش هتحصل او مش هتكون هتتنفذ. تمام، طيب كورس البريباريشن لللايسنس، كورس البريباريشن لايسنس بياخد مني وقت كتير جدا 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 في البريباريشن وفي الحاجات، وهقول لكم ليه دلوقتي. فبالتالي الكورس معايا بفضل الله سبحانه وتعالى أساتذة عندنا في الجامعات، معايا بفضل الله طلبة وزي الفل، وخريجين لسه حديث تخرج لسه متخرجين، معايا ناس أعمارهم من العشرينات لحد الخمسينيات في هذا الكورس. والكورس ده مش هقول ان هو فايدة مادية، اقسم بالله العلي العظيم انا عطيت الكورس وكنت احيانا المحاضرة مجانية. يعني ايه؟ يعني معايا ناس مشتركة من دورات سابقة، ما عنديش حد جديد، فبالتالي المحاضرة انا بديها ببلاش. تمام، المحاضرة عطيتها ب 200 جنيه، يعني لو كنت عطيت جلسة في مصر كان احسن، يعني معلش مش مكمل 4 دولار لو كنت يعني، وهكذا. بس هل الكورس ما افادنيش انا شخصيا علميا؟ افادني علميا، خلاني ابديتد، خلاني الحمد لله بفضل الله اقرا دايما، ابحث، اشوف الجديد، اعمل. الكورس نفسه ليه تكلفه، يعني انا نفسي انا بجيب احدث المراجع، يعني عندي مراجع لسه مشتريها كتب لسنه 2024 والله، احدث نسخه. تمام، بحيث ان انا اكون اب تو ديت وابديت دايما في اخر حاجه نازله. تمام، او في اخر كتاب نازل في هذا المجال والله، ومش كتاب ولا اتنين، اكتر من كده. ليه؟ انا احب اصرف على الكورس، احب اصرف على النولج، احب اصرف على التعليم وعلى الحاجه اللي هتفيدني وهتفيد الناس. تمام، اللي حضروا معايا الكورس بفضل الله فيدباك كويس جدا، سواء الناس اللي عدت الامتحان، سواء الناس اللي خدت الكورس وقالوا ان الكورس عمل لهم تغيير شامل في فكرهم ككلينيشن كفيزيكال ثيرابيست، بيراجع كل حاجة من الصفر ومن الاسكراتش بنظرة مختلفة. الكورس مش سؤال وإجابته، لا الكورس أعمق من كده بكتير، والناس اللي حضرت هو يقدر يديك الفيدباك. ولو ما كانش بفضل الله سبحانه وتعالى في احترام لهذا الكورس أو الناس مش مستفيدة منه، أنا ما كنتش كملت فيه من سنة 2017 وحتى الآن. تمام، طيب ايه الحاجه التانيه اقدر اساعدك فيها؟ موضوع التقديم على درجه الترانزيشنال دي بي تي من جامعه مونتانا الامريكيه، وانا عملت فيديوهات على كده. احنا لسه احدى الزميلات دكتوره فاضله خلصت معانا ديجري من جامعه مونتانا الامريكيه، وبصت على فقالت لي ده انا حاسس ان انا درست ببلاش. هي دفعت بالظبط 6000 دولار اول عن اخر. تمام، هي ما بتبص على الديجريز دلوقتي اللي موجوده، الناس الديجري من 16 ل 20 ألف دولار. تمام، درجة الدي بي تي من أمريكا، جامعة فيري ويل نون وفيري ويل ريسبكتد، الكونتنت قوي جدا، استفادت منها، عندي فيدباك رائع من الناس اللي خلصت. في بعض المغرضين اللي بيتكلموا بشيء سيء، بس ده بيبقى طبيعي جدا، مش كل الناس هتحب الخير للناس. في بعض الناس ايضا لديها تسويق لبعض الناس التانية او لدرجات علمية تانية، فبيحاولوا ان هم يعملوها، لكن والله العظيم وبما يرضي الله حتى الان لم
توجد لم تتاح درجة في الميدل إيست في الشرق الأوسط كله بهذا السعر وبهذا القوة وبهذه الأهمية زي جامعة مونتانا، زي درجة الدي بي تي من جامعة مونتانا الأمريكية. الدراسة أونلاين، بتحضر برضو شهاداتك أيضا كلها، بنعمل حاجة اسمها كريدينشال ايفالويشن، تقييم لشهاداتك. التقديم يبقى 3 مرات في السنة، وأنا اتكلمت في هذا الكلام. طيب، فأنت دلوقتي حضرتك عندك رسالة، أنت عايز تملى الأوراق وجاهز خلاص، يعني واخد ديسيجن. تمام، تواصل معايا على الواتس ده، أو على الواتس ده 00 20 11 5 9 8 8. أنا ما زلت محتفظ بأرقامي اللي هي في مصر زي ما هي 2370 00 20 102 77 4 3 7 02. خلوا بالكم، يعني الحمد لله أنا برضو في ناس تعاملوا معايا من الدول العربية الشقيقة، سواء من الأردن أو سواء من فلسطين أو حتى مصريين في دول الخليج، في الإمارات، في عمان، في سلطنة عمان، في السعودية، كلام كده. وممكن تاخدوا منهم الفيدباك والوضع شكله إيه. تمام، طيب ليه أنا بقول إن الكورس واخد وقت كبير من وقتي؟ تمام، الكورس بيحتوي على حاجات كتيرة جدا. الامبورتنت كونسبتس لايسنس اكزام، ايه نيورو ماسكولار، الماسكولو سكيلت، الكارديو فاسكولار، البلمونر، الاندوكراين، الميتابوليك، الانتجمنتري، الجاسترو انتستاينال، الجينيتو يورينري، الاوبستاتريك، الليمفاتيك سيستم، الانكولوجي، السايكولوجيكال ديس اوردرز، الجيرياتريكس، النيوتريشن، البرياتريكس، بيزكس اوف فارماكولوجي، الاكويبمنت، الديفايس، ثيرابيوتيك موداليتيز، بروفيشنال ريسبونسابيلتيز، الريسيرش اند ستاتستكس. كونتنت كبير جدا. تمام، المحاضرات بنبقى لايف وبعد كده بتتسجل، ثم بتنزل على جروب الكورس عندنا في التليجرام بحيث الناس تقدر تعمل لها ريفيو بعد كده، اللي بيحب ان هو يسمعها او اللي هو ما كانش عنده القدرة ان هو يحضر المحاضرة معانا لايف. بنبعت للناس السلايدز بتاعة المحاضرات بحيث ان هم يبريبير منها او عايزين يقرأوها، أسئلة وأجوبتها. يوميا بنحل سؤالين في الجروب الكورس عندنا، فده غير الأسئلة اللي احنا بنحلها في المحاضرات، فيبقى أنا عندي حصيلة كبيرة من الأسئلة وإجاباتها. تدريب على كل السيكشنز المختلفة دي، فبالتالي ده بيساعد الواحد ان هو يكون مش مجرد ان انا بس بعرف مادة علمية، لا، ده انا بعرف المادة العلمية وبحل عليها أسئلة، فده بيثبت المعلومة. الكورس متطور جدا، وكل ماد يعني كل جروب بتبقى تقريبا مختلفة عن الجروب اللي فاتت. ولذلك ده انا رافض ان انا اخلي الكورس مسجل واخلي ان هو ارفع الكورس ويبقى خلاص على كده وببيعه وخلاص، لا، انا ما بحب ده، دي نقطة انا مش حاببها. ليه؟ لان في ابديتس بتنزل، الابديتس دي محتاجين ان الناس تكون اوير بيها، وفي نفس الوقت يعني انا شخصيا بتعلم منها والعلم لا ينتهي. تمام، فاحنا دايما بحب ان الكورس يكون ابديتد، ما بحبش ان الكورس يكون مسجل ومجرد ان هو حاجه موجوده وبتتباع وخلاص وخلصنا على كده، لا، هو الموضوع اعمق من كده واكبر من كده. يبقى تاني، للحفاظ على الوقت الوقت الجميع، يعني جزاكم الله كل خير. قلنا اللي عندنا اليوتيوب شانل بتنزل عليها باستمرار محاضرات وحاجات وكلام من كده، عندنا الفيسبوك جروبس والحاجات دي كلها ممكن برضو بنشترك فيها فور فري. عندنا انت حضرتك عايز استشارة خاصة بوضعك، حضرتك بتحجز معايا ميعاد استشارة بتبقى على الزوم. تمام، انت حضرتك جاهز او حضرتك جاهزه ان انت تقدمي، بتشرفيني وبتقدمي مباشره لي، بتقولي لي اوراقي جاهزه وانا عايز اقدم، وبقول لك التكلفه كذا وهنعمل كذا. تمام، طيب، انت حضرتك عايز تشترك في الكورس، اهلا وسهلا.
محتاجين ان احنا نعمل نخش الدي بي تي، اهلا وسهلا، دي ارقام الواتس، ودي كل الحاجات اللي انا اقدر ان انا ارد فيها على تساؤلات حضراتكم. وبسعد دايما ان انا يعني ببقى على تواصل بيكم، ولو اقدر والله ان انا يعني وقتي يسمح ان انا اقدر اساعد كل واحد لوحده على حدة، وكان عندي الوقت والصحة لكده، انا مكنتش اتأخر ابدا عن اي حد، ولكن زي ما انتم عارفين ظروف الحياة والوقت السريع جدا، الاسبوع بيبتدي فجأة بتلاقي خلص الاسبوع اللي بعده والشهر اللي بعده والسنة اللي بعدها وهكذا. ربنا يوفقكم جميعا، وان شاء الله بإذن الله يعني نفضل على تواصل دايما في فيديو جديد ومعلومات جديدة ان شاء الله. شكرا جزيلا.